مساء الخير. اليوم باي تتكلم لكم عن بعض من البخور اللي نستخدمه العادة على ملابسنا. فأول شيء راح أراويكم البخور الفيتنامي اللي هو يصير لوحة كذي، رقائق على قولتهم من البخور، خفيف. هذا شو نسوي فيه عشان نحطه على الفحمة؟ لازم أول شيء الحين شوفوا، في جزء فاتح اللي هو هذا، في جزء غامج. الفاتح هو اللي ينحط كذي على الفحمة. ليش؟ لأن الدهون صايرة في الغامج، فإذا حطيناها على الفحمة بسرعة تحترق. اوكي، فالفيتنامي شو نسوي فيه؟ نكسره طبقات كذي 3 طبقات فوق بعض. اوكي، بعدين نكسرهم صغار كذي، يعني قد كبر الفحمه كذي تقريبا. شوفوا الجزء الغامج فوق والفاتح تحت. اوكي، هذا الفيتنامي. هذا يستخدم حق الصالة، حزات وانتو قاعدين فيها، بالدوام، الاشياء اليومية، لان ريحته خفيفة وحلوة. اوكي، هذا هو الفيتنامي، بس خلنا اوريكم شكله. هذا هو كله لوائح رقائق. اوكي، شوفوا التمون تكسرون مثل ما قلت، الفاتح تحت والغامج فوق، وتحطون عادي فوق هذيل ويحترق ما يهم. اوكي، احنا كذي بالدوام نحطهم فوق بعض، نتم نحط وتطلع الريحة وايد حلوة. هذا الفيتنامي. اما النوع الثاني اللي عندنا وهو يعتبر غالي، هذا الفيتنامي، الحين اجيب لكم الثاني. هذا اعتقد خذيناه ب200 دينار. شنو هو؟ سيلاني او فيتنامي. اختي تاخذ وما تكتب الاسامي عكسي، انا لازم احط السعر والتاريخ اللي ماخذته منه شنو نوعه. اوكي، وهذا الذهبي شنو؟ وهذا النوع الهندي اللي يعتبر وسط، مو نفس هذا فخم. اوكي، هذا الفيتنامي تام لما الحين يشب. شوف المبخر، روعة. خذيته من تناقرة الكويت. المبخر لا يغركم، ترى كبير شوي وثقيل ثقيل، يعني لازم تحطونه على طاولة ثابتة لأنه وايد وزنه ثقيل. هذا هو. اوكي، انطر يخلص ان شاء الله ابين لكم شلون الخوف هذا الفخم شلون يطبخ على الفحم. اوكي تمام، شوفوا احترق تقريبا كله. شوي على ما تروح ريحة البيت نامي عليه من عليه. اوكي، هذه اللي هو غالي، هذا غامج، هذا فاتح. ممكن نحط الفاتح. الطرف عليه شوي. قام يطلع ريحته.
شوفوا، للأسف ما أعرف اسمه لأنه مو مكتوب. أوكي، ما أقدر أشيل المبخر لأنه ثقيل وأكلمكم. شوف الريحة تبارك الله، ريحة جدا حنينة. أوكي، هذا اللي تبخ يعني فترة الصيف أحلى شيء. العادة يقولون البخور وقت الشتاء، بس فترة الصيف لأن الجو برا بوخة، وإذا الشمس طقت العباية ولا طقت ملابس الشخص تطلع منها، يعني شنو الريحة اللي فيها تطلع منها؟ ريحة تايد، ريحة دخان، يعني حزات روائح مو مستحبة. فأفضل شيء تبخرون ملابسكم بالليل، والصبح إذا بغيتوا تروحون الدوام تحطون العطر اللي تبونه، خلاص انتوا بخرتوها already. شوفوا تبارك الله، إذا مشى الواحد قدامكم وهم بخر ملابسه، شوفوا إذا طقت الشمس ولا هف عليه هواء، شوفوا الريحة اللي تطلع، الريحة مو عادية تطلع، ريحة البخور تم تطلع من الملابس. أوكي، الحين النوع الثالث اللي هو هذا، خلونا نشوفه. حلو عالم البخور، وايد حلو عالم البخور. بقطعة صغيرة لأن أختي ما ترضى، أوكي هذه قطعة صغيرة. في بعضهم حزات ما يبين اللون يكون واحد، أوكي، بس يتم مبين، يعني مبين هذا فوق القطعة وهذا تحت، على أنه شوي هذا أغمج، بس هذا بطن الشيارة، بطن الغصن اللي خذوا منه البخور. نشوف ريحة تبارك الله. اوكي، شمين ولا مو مبينة؟ هذه روائح، روائح البخور. الواحد وده يقعد شي كله بمكان فيه كل انواع البخور، كل انواع بالتمام والكمال. اوكي، وفي اعتقد هذا الصغير شنو، ماليزي هندي؟ اوكي، وهذا اللي حجم صغير هندي، بس شنو هندي ماني فاهمة، اي نوع من الهندي مو مكتوب. عنده هني بخور، انا عندي مجموعة والله، بس حبيت اليوم اشوف انواع البخور اللي عند اختي، ترى على فكرة ما تستخدمهم، تعطيهم حق الاهل، اذا يا اخوي ولا مرته او اخوي طلب بخور تعرضهم. المهم اتمنى اليوم استانستوا على فقرة البخور. اوكي، اجمل فقرة، انا العادة اعرض العطور، بس البخور فقرة خيالية صراحة، حلوة حلوة فقرة البخور، لازم نكثر منها باليوتيوب. مثل ما قلت لكم هذا المبخر فخم فخم فخم، هذا حق تحطونه بوسط الصالة إذا في عزيمة ولا بالديوانية، الديوانية في ألوان أغمج، يعني تدرجات أغمج حق المبخر، وايد جميل. حطيت أنا بواحد من اليوتيوب اللي صورت باليوتيوب منهم فقرة من فقرات، كنت عرض المبخر وطلعته من الكرتون وبينت لكم من تناقرة لوين ومن موقع وين، فشوفوا أنتوا فيديوهاتي وين بالضبط معروض. هذا يستاهل ثمنه، ثمنه بالكويت تقريبا 300، خذيته بالسيل
ب150 او 200 تقريبا، وايد حلو وايد حلو. اهلي ما يدرون سعره على فكره. اتمنى انكم استفدتوا بهالعرض.